كوريا الف مبروك الاداء مرسي. الفرق كبير جدا يعني 92 64 اداء مميز اداء راقي. يعني كلميني عن بدايه السنه دي رؤيتكم للسنه، هل ماشيه كويس؟ دي ثالث بطوله ليكم. قبل ما اخش في المباراه وظروفها كلميني عن الموسم، رؤيتك للموسم كبطولات واحنا ماشيين ازاي؟ والله احنا الموسم ككل من الاول خالص بدانا ببطوله المرتبط، دي كانت اول حاجه عندنا. لا القاهره الاول كده. بطوله بس المنطقه بتاعت السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت بالظبط. يعني دي كانت حاجه مؤجله من السنه اللي فاتت لعبناها، والحمد لله قدرنا ان احنا كنا خلاص واصلين ماتش الفاينل على طول مع الجزيره، كسبنا وكان فرق سكور كبير. كابتن علي كان مركز معانا في الاول والجهاز الفني كله كان مركز على الاربع بطولات، ولو في خمسه اللي هي افريقيا ان شاء الله ان احنا ناخدهم، بس ماشيين ستيب باي ستيب بطوله بطوله. اول بطوله عندنا كانت المرتبط، الحمد لله عدينا منها يعني بسهوله، وطبعا كل ماتش كان يعتبر فاينل بصراحه. ال16 حتى المرتبط بتاعنا اكيد مكسبهم كان بيزود لنا بيدخلنا الماتش مطمنين اكتر طبعا. حتى هم مكسبهم لاثنين سبورتنج احنا كنا خايفين، لا اصل الكورونا اصل بي سي ار، عملنا بي سي ار قبلها بيوم قبل الماتش فكان الموضوع فعلا مقلق. لعبنا سبورتنج وحتى هم خرجوا بنت في نص التسخين عندها كورونا بوزيتيف فطلعت بره، فاحنا كملنا الماتش ولا عادي ما يعني ما نخسرش حاجه، عايزين نكمل زي ما احنا كملنا فعلا وكسبنا الماتشين. خلصنا المرتبط، وانس ان احنا خدنا المرتبط عدى خلاص بطوله ونسيناها، جينا بعدها على طول ماتشات الكاس، وصلنا هو سيمي فاينل للكاس مع هليوبلس ودلوقتي بطوله السوبر. كانت اول بطوله بصراحه تتعمل واول بطوله ليا مع النادي الاهلي، حاجه اول بطوله سيدات سوبر في التاريخ وكمان صحيح. مع النادي الاهلي ويمكن كان مع نادي كبير زي نادي هليوبلس مع مدرب زي كابتن ايهاب الالفي، فيعني هو كمان حافظنا واحنا عارفين احنا عارفين طريقه بعض يعني بنلعب ازاي، فيمكن ده كان صعبها علينا. خلاص خدنا بطوله السوبر الحمد لله عديناها نسيناها، جاي دلوقتي بعد كده كاس مصر ودوري بقى السوبر الكبير بقى اللي هو فيه ماتشات كتير، فلازم ان احنا نركز فيهم كلهم. خلاص يعني عدى بطولتين فاضل بطولتين، ولو في افريقيا كمان انا بصراحه شايفه ان بالظبط، وشايفه كمان ان التدعيمات اللي احنا جبناها بصراحه مجلس الاداره دعمنا على قد ما يقدر، ومفيش حاجه بصراحه كابتن علي قال عليها قال صفقات السنه دي بالظبط يعني كتير ومحترفه على اعلى مستوى دبليو ام بي اي، وهي بصراحه يعني مش لعيبه انانيه عايزه تلعب الكل، لو هي بتقول لنا حتى لو انا فاضيه ما تدونيش فهي مش بتدور ما عندهاش الانا خالص، فهي عندها انكار ذات وعايزه تلعب الناس كلها وكله يجيب وكله يبقى فرحان. وده فعلا اللي حصل امبارح لما كل واحده فينا نزلت في التايم بتاعها أدت على قد ما تقدر عملت سكور، كل واحدة فينا نجمة في مكانها صحيح. وده فعلا اللي حصل امبارح، وكل واحدة فينا أدت أحسن حاجة عندها وكانت عايزة يبقى يكون ليها بصمة في الفاينل.